البارح بعد ما طلعنا من حفلة الغرفة التجارية الخاصة بتكريم الوقف الخيري، أنا جاي وكنت متأخر ومريت اشتهيت خبز تميس، وجيت لي مخبز باكستاني. الأخ اللي يتكلم ظنيته سعودي، وبالعكس ظنيته شمري، فلهجته لهجة سعودي وشمري، ويتكلم. قال يا أخوي بكرة 15 شعبان، هل يجوز أني أصومها وأخصصها بصيام؟ قلت والله أنا ماني مفتي، ولكن فضل الله واسع، ما أتكلم عن 15، لا تنظر لأنها 15، لا فضل ولا غيرها، الصيام في أي وقت، وأنا أرى أنك تتصل على من يرد عليك بالشيء هذا. فقام يناظرني ناظرني، قال أنت تظهر في برنامج؟ فقلت إيه نظهر في برنامج. قال أنتم اللي تطلعون في برنامج فيه مجلس؟ فقلت إيه. ففرح، يعني باكستاني وله 15 سنة ويتكلم اللغة العربية. الشاهد في الكلام، حلف انه ما ياخذ قيمة الخبز، سوى لي خبزتين، واحدة بالجبن واحدة، قال ما اخذها، هذا هدية مني لكم، وابغى اشارك في وقف اليتيم، ويطلع لي 100 ريال يا ابو عبد المحسن. ايه ما شاء الله. اسمه خالد عبد الحسيب، وامه اسمها مينا. عبد الحسيب ابوه وامه اسمها مينا. هذه توفيق من الله له، يقول ابغى يعني اكفل واحد من حائل. فقلت ان شاء الله تدخل في هالوقف، وان شاء الله باذن الله فضله لله ثم لك. فكيف شوف كيف هالرجال اللي ساقني اني اترك 10 غرفه تجاريه اجيه علشان يدفع لي 100 ريال احطها في هالوقف هذا. فيا اخوان ترى الامر بسيط جدا، لكن على من يسر الله عليه. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.